احنا معانا احوال الطقس بالتفصيل عشان هيئه الارصاد بتتوقع النهارده ان الطقس هيكون مائل للبرود على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وشمال الصعيد. جو النهارده بارد على السواحل الشماليه الغربيه ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرود على اغلب الانحاء. دلوقتي نعرف تفاصيل الطقس وحاله الجو النهارده، وبنشوف درجات الحرارة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 19 والصغرى 11 والعاصمة الإدارية 19-10، الإسكندرية 16-10 والعلمين الجديدة 16-10 أيضا، مطروح 16-10 ودمياط 16-10، بورسعيد 16-10 أيضا والإسماعيلية 19-10، في السويس العظمى 19 والصغرى 10 والعريش 19-10 أيضا، كاترين 14-4 وطوبة 19-12، حلايب 24-18 وشلاتين 24-16، شرم الشيخ 24-13 والغردقة 24-13، في الفيوم العظمى 19 والصغرى 7، بني سويف 19-7، الوادي الجديد 23-6 وأسيوط 24-9، سوهاج 19-7 وقنا 19-7 أيضا، الأقصر 24-9 وأسوان 24-9. كده خلصت نشرتنا الجوية وخدنا فكرة عن درجات الحرارة.